أهلا بيكم، أنا سامي من فوزي أكاديمي. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتقابلنا في الـ 3D Max لما بنيجي نختار أوبجكت عشان نحركه أو نعمل له سكيل أو روتيت، بنلاقي الأجساد دي الإكس والواي بالأحمر، ولكن ممكن يختفي الترانسفيرم جزم اللي هو بالملون اللي انتوا شايفينه دوت، الإكس واي، الواي خضراء والإكس حمراء والحاجات دي. طيب طبعا في ثلاث اوامر اللي هي سيلكت اند موف وسيلكت روتيت وسيلكت وسكيل، دول اللي بتظهر فيهم الترانسفيرم جزم. اذا ما ظهرتش في حالتين عندك، اذا ظهر الاكس واي بالاحمر يبقى انت هتضرب اكس هيظهر الجزم. اذا الاثنين مش موجودين في يعني احنا هنضرب اكس كده بتظهر وتبقى انتهت المشكله وشكرا. طب اذا الاكس والواي الحمراء دي مش موجوده خالص، زي ما انت شفت اخترنا موف وجربنا لانها مش موجود، دي نروح على فيو منيو ونروح على شو ترانسفيرم جزم، زي ما انا كاتب لك ادي فيو وتحت اهي شو ترانسفيرم جزم. في الحالة دي اذا ظهرت كان بيها، ما ظهرتش اضرب اكس، في الحالة دي هتظهر التانية لانك انت عندك حاجتين، واحدة بتبقى فوق التانية، اضرب اكس يا ريس اهي ظهرت زي ما انت شايف. وطبعا في عندنا كاستمايز منيو، دي برضو فيها بنروح على بريفرنس ونروح على جزمه بيظهر لنا بريفرنس، بنروح على جزمه اللي هناك دي مش على فيور، على جزمه ونعمل لها اول وكمان نختار السايز بتاعها، وفي مالتيبل جزمه ممكن تظهر. وشكرا ليكم، ارجو انكم تكونوا استفدتم، زوروا موقعنا، اشتركوا في القناه فوزي اكاديمي وزوروا الموقع فوزي اكاديمي.com، شيروا الفيديو ما تنسوش.